على أمجاد هزيمة البرتغاليين في بحر العرب والخليج العربي، عاشت الإمارات فترة رخاء واستقرار امتدت لعشرات السنوات. بقيت خلالها أيادي الاستعمار بعيدة عن شواطئ الإمارات وبرها، إلا أن الأطماع بخير الإمارات وموقعها الاستراتيجي لم تكن كذلك. فحاول البريطانيون بعد هزيمة نظرائهم البرتغاليين فرض سيطرتهم على الخليج العربي، لتصطدم محاولاتهم عندها بمقاومة رجال الدار وعزيمتهم. وبعد اليأس البريطاني ومعرفتهم باستحالة تحقيق ما أصبوا إليه، حاولت الإمبراطورية البريطانية التقرب من منطقة الخليج عبر التجارة والمصالح المشتركة، وباتت الإمارات المقصد الأول للسفن التجارية البريطانية المتجهة والآتية من الهند، ما دفع بهم لعرض اتفاقيات تعاون عسكرية واقتصادية مع الإمارات، أثمرت في بداية الأمر عام 1853 بتوقيع المرحلة الأولى من اتفاقية شاملة مع البريطانيين لإعادة السلام البحري والتخلص من النزاعات القبلية، مقابل اتفاق بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لمختلف الإمارات. وتمت مراجعة شروط هذه الهدنة على مدى 30 سنة التالية، الأمر الذي أدى إلى توافق نسبي بين زعماء القبائل الذين كانوا يتطلعون إلى إقامة الإمارات المتصالحة. وفي سنة 1892 تم تعديل الهدنة بين الإمارات والحكومة البريطانية، بما يضمن حفاظ الإمارات على قرارها وأمنها وثرواتها الوطنية. رجال الإمارات لم يكتفوا بالحفاظ على أرضهم وسيادتهم خلال حقبة البريطانيين، فعمد أهل الدار على تطوير مداخلهم الاقتصادية، معتمدين على التجارة والصيد كأهم مصادرها. وكان لمعاهدة الساحل المتصالح الأثر الكبير في الغوص والبحث عن اللؤلؤ والاتجار به، وقد ساعد الهدوء الكبير الذي ساد البحر آنذاك على ازدهار هذه التجارة، ما أدى إلى بلوغها الذروة خلال القرنين 19 وبدايات القرن 20. ومع بداية الحرب العالمية الأولى تأثرت تجارة اللؤلؤ وتراجعت بشكل ملحوظ، ولكن الأثر الأكبر كان بعد الركود الاقتصادي العالمي من عام 1920 وحتى عام 1930. وبعد الحرب العالمية الثانية ظهرت حاجة العالم لمصادر الطاقة، فتربع النفط على أولويات المرحلة اللاحقة، وكان للإمارات حصة في الثروات الجديدة، فبدأت مرحلة التنقيب عن النفط في إمارة أبوظبي عام 1953 للميلاد، فيما بدأت عمليات الاستخراج من هذه الحقول بعد 10 سنوات تقريباً. ثم بدأت الإمارة باستخراج النفط من الحقول البحرية عام 1958، وتبعتها إمارة دبي في العام 1966. إلا أن التطور الأهم في استخراج النفط كان بعيد قيام الاتحاد وتأسيس الشركات الوطنية للنفط، حيث ساهمت بالتنقيب والاستخراج في كامل أنحاء الإمارات، وأخذت بذلك الدولة مكانها بين أهم منتجي ومصدري النفط حول العالم، وأعادت بعيدها للأرض ما أعطته من خيرات وثروات، كما أعادت للبحر ما جاد به على بحارته، فكانت الإمارات خير من وهب وخير من وهب.